خليني بس اجيب الحليب واجي. يلا كبسه كبسه حبايبي. ما عملي فولو على جاكو على تيك توك، سوولي فولو عشان لا يعني لحظه الاكل ليه مش صحي ولا ما عم ناكل؟ احنا اساسا ما بنتعشى بنوب، بس عم نعمل لبكره يا جماعه. يلا خليني اعمل بشاميل. سومه نايم على السوم بكره عند انا ماني مطوله، لا مسافره ان شاء الله. ان شاء الله مسافره 19 شهر بالليل طيارتي اذا الله راد. بدي طحين مشان نسوي البشاميل، بس انت خليني بالاول شيء هدول. ورينا الكبه، الكبه ضبيناها. شو؟ ورينا الكبه. الكبه ضبيت الكبه هون ضبيت. كبه بيتك ابوكي يخرب بيتك وبيت ابوكي وبيت اللي خلفوكي وبيت لا سندريلا والحشا سندريلا. سودا هون شوفي. الله يقطع الله يسوي وجهك. لا سودا ولا بيضة ولا حمرة، ما في وجه سودا ابدا. لا لا الله عندي بخاشتين. شو الحكي هذا؟ اليوم وضعه مو طبيعي. عندي بخشبي يخرب بيتك انت وبيت بيت البيت اللي خلفوكي وبيت اللي خلفوا خلفوكي يا سندريلا. احنا ما عم نمدح معك يا سندريلا، ما تتلمي عم نمدح يا قلبي. ماذا شو جنسيتك بالتانية؟ شايف ايما؟ مثل مجود تشاينا. تشاينا؟ عنك انت؟ لا انه هو عم يتعلم هلا الصيني. ماذا عم يتعلم الصيني والله؟ شامي شي؟ انت شامي شي ندى؟ شامي ريحة الزناقة وصلت لعندي لا شو؟ ريحة الزناقة والله انا طاح عن بالي. لازم تعملي لي دم دخلك دخلتك نسيتيها بالقصر ولما اللي افتح الامير ومدري شو دخلك. روحي شوفي الفرن الثاني وين. روحي اخذي الفرن الثاني وعلي عنا. السندريلا هوني ما يعني والله والحشا بخور. حشا سندريلا شو العولي بالمانيا؟ خطايتك والله مشوار عليكي بعيد والله بعيد. ومدت روح بفرجي وحدك وبدك تروحي بفرجي وحدك والله حرام. ايه والله كارلوس حتطلنا من البيت. ايه والله غيروا مكان الجوال وين بدنا نحطه يا ابن شاربين شي يا صبايا؟ والله هذا اللي شاربين. طيب متي بس مش عارفة أنا من الأول مستغربة طعمتها. دوي أنا ما بقول ليش خدي بخور. اسمعي عم بحكي لي عن البخور. أنا عم أقول بخشية بخشية بخوري أفرح من عند أي عطار معين. إيه والله والله
ما في وقت. ايش ورا تسكت انت الملكوم؟ والله كثير معنا حرام والله كاف والله لو قلت لي مسكينة ممكن راح تنصدم صدمة طعمها بعد أنا ألف شغلة طيب شو بدنا مرات علي وعلى عم يكتب لي بخور بخور حريم السلطان والله طيب يلا يلا خلينا نسكر يلا خلصينا ايه يلا انت سبقيني وانا بعمل بشاميل وبيضرب بعد بدك تسوي البشاميل بدي اسوي البشاميل طيب انا رايحه بكره ماما انه وقت انا رايحه نرتب الاكل اعمل شعر ايه غسلي شعرك انت غسلي شعرك وخلصي بس لوداع المتابعين يا صبايا يا سندريلا يا سندريلا ضيفوني يا حلوين لما ضاف لي ضيفني وان شاء الله نشوفكم على خير شكرا نوره والله انت الحلوه والله بس بغي شعرها تكفين شعر مين يا سندريلا اصبر شعري حبيبتي كذا صابغته الله خلق شعره ضيفوني يا صبايا يا حلوين على حسابي هو نادوشكا احمد اختصش ثمانية طبعا لانه عزيت وعم بشتغل يعني يسعد لي قلبكم والله يسعد لي قلبكم خليني اتوثق على التيك توك لا تقفلين والله مش عارفه اذا راح اقفل ولا راح اضل يلا كبسو يلا خليني حليب قليل والله شوي بشاميل نشيل اكل شكرا يا عيل شكرا لا عندي غيري اسمعني يا دوشكا 88 يا غيروا المكان وين بنروح بنروح على غيروا المكان على قبرص لا وين بدنا نغير المكان وين بدنا نروح هون قلت هيك خلي توديك حلو الاخوات الله يسعد لي قلبك يا ولد يلا خلص حلو الاخوات ما مختبي بس خلصينا يا اختي خلاص عشتك الساعه كثير غير طيب بنتي طيب معنا عم بشتغل كان شو طيب انت يا الله خالص وبشهاده شهاده الله